كلمتين سريعات. أنا أنفي نفياً قاطعاً ادعاء المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن أن حزب الله يستخدم مرفأ بيروت لنقل سلاح أو مكونات سلاح إلى لبنان، وبكل صدق أنفي، ولو كان في شيء منه أنا بسكت وما بنفي، ما في داعي أقول عم ننقل، بيكفي أني أسكت مثلاً، لكن أنا أنفي. لكن هذا يأتي في سياق، أقول لكم هذه مقدمات لفرض وصاية يريد البعض أن يصل إليها في لبنان، وصاية على المرفأ ووصاية على المطار ووصاية على الحدود، وما عجزوا في أحد أهداف عدوان تموز أن يحققوه، وهو المجيء بقوات متعدد جنسيات إلى المرفأ وإلى المطار وإلى الحدود، هي قد تكون مقدمات له. في هذا الموضوع كمان يجب أن يكون هناك مسؤولية وطنية لبنانية، ما يدخل هذا الموضوع بالمزايدات، لأنه في حدا له مشكلة مع حزب الله يقوم يعرض مرفأ بيروت للمخاطر. أنا بكل صدق وبكل شجاعة ووضوح، ولا أحتاج إلى أن أقسم يمينا، أنه لا، مرفأ بيروت غير صحيح هذا الادعاء.